وسنناقش الآن أداء شركة تكافل الإمارات ونتائجها مع ضيفنا في الاستوديو وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات. أهلا وسهلا بك أستاذ وائل. بداية يعني حققت شركة تكافل الإمارات ارتفاع في الأرباح نهاية 2015 ب 42% على أساس سنوي، ما الذي دعم هذا الارتفاع؟ نعم، شكرا لاستضافتنا. اهلا وسهلا. التغييرات قبل هيك تكلمنا على تغييرات حصلت في الشركه من عام تقريبا من نصف عام 2013، اعاده هيكله كامله، تخفيض للمصاريف، اعاده النظر في استراتيجيه الشركه وفي خطط العمل. بنفس الوقت صار في طبعا تغيير في مجلس اداره جديد قدم للصوره بشهر 2، صار في تغييرات جذريه، ومجلس اداره تفكيره كله في النمو والربحيه طبعا ودعم كثير عمل الشركه. التغييرات اللي صارت على مستوى الأداء كانت زيادة قنوات التوزيع، زدنا قنوات التوزيع حيث وقعنا عقد مع واحة الزاوية اللي هي أحدى كبرى شركات التطوير العقاري في أبوظبي، فمنبيع من خلالها تأمين على القروض التي تم إعطائها للمواطنين لشراء قطع أراضي وفلل، وكذلك الحال فتحنا فرع ثاني في المصفح فزدنا قنوات التوزيع، إضافة لقنواتنا الطبيعية اللي هي زي البنوك اللي نوزع من خلال البنوك زي بنك رأس الخيمة وبنك الإمارات الإسلامي وغيرها من البنوك الآن قادمة على التاريخ. فهذا كله مع ضبط النفقات أدى إلى الحمد لله رب العالمين أنه قدرنا نحقق الأرباح. طبعا قبل ما أسألك سؤالي الثاني سلامتك بداية. الله يسلمك زي ما أنت شايفة. سلامتك. حابة أسألك الآن عن استراتيجية التوسع التي تتبعها تكافل الإمارات. بالفعل تم افتتاح فرع جديد في أبوظبي، لكن ماذا عن التوسعات المستقبلية؟ الشركة طبعا تطمح أنه نغطي كافة الإمارات في توزيعنا. حاليا تكلمنا قبل هيك على التوسع باتجاه الإمارات الشمالية. اللي هو باعتقادنا أنه لسه في مجال كتير للعمل فيها، بالإضافة كذلك لتقوية وجودنا في الإمارات الحالية، احنا حاليا في الشارقة في دبي وفي أبوظبي، وبالتالي مبيعاتنا بتغطي العين بتغطي رأس الخيمة وكذا، ولكن نتوقع أنه إن شاء الله نقدر نفتح فروع لنا في هذه الإمارات. طيب سمعنا أنه بالفعل قامت تكافل الإمارات بزيادة رأس مال الشركة في ديسمبر الماضي. في أي مخططات لزيادة رأس المال هذا العام؟ والله لا، زيادة ثانية الآن ما في، ولكن لما طرحت الشركة مجلس إدارة قرر أنه بده يرفع رأس المال عشان يدعم النمو ما شاء الله المضطرد للشركة. لما عرضنا أنه كنا نرفع رأس مال ب50 مليون، تفاجأنا ردة فعل السوق كانت كتير كتير مناسبة بالنسبة لنا، عشان صار في أوفر سبسكريبشن أو صار في فائض في الاكتتاب، 36% فائض في الاكتتاب حصل. فالآن في الوضع الحالي رأس المال الجديد سيتم تسخيره لتقوية جهاز الخدمات للعملاء وكذلك التوسع في قنوات التوزيع. طيب أستاذ وائل، أنا حابة نكسب وجودك ونتحدث عن قطاع التأمين بشكل عام في الدولة وفي المنطقة. تقييمك لأداء هذا القطاع؟ والله السنة زي ما الكل شاف النتائج لم تكن في المستوى المطلوب، وكان عندنا اجتماع مع الأستاذ الزعابي في هيئة التأمين لبحث كيف ممكن أنه نحسن الأداء. الوضع تأثر كثير طبعا في بعض من فروع التأمين زي تأمين السيارات أو التأمين الطبي، كان أكثر خلينا نقول الفروع اللي أثرت سلبا. ما الذي أثر سلبا تحديدا في على القطاع التأمين؟ يعني قطاع التأمين اللي هي أول شيء في عدد شركات كثير. إذا نتكلم في الدولة عم نتكلم على تقريبا فوق 50 شركة موجودين بيعملوا في السوق. فبضطر يكون في زي ما بيقولوها برايس كات أو حرب أسعار. هون بتصير تبدأ الخسائر. بيقللوا الأسعار طبعا. وبنفس الوقت طبعا أكيد إنه هذا يأثر على مستوى الخدمة، مش معناه إنه المواطن استفاد من تقليل الأسعار، عشان في النهاية بده ينعكس سعر أقل خدمة أسوأ. أكيد طبعا في المدى الطويل. فلذلك الآن كل الشركات عمالة تعيد النظر في التسعير وفي ريسك أسسمنت أو اللي هي تقييم المخاطر على أسس صحيحة. طب شو المطلوب منكم كشركات تأمين؟ شو المطلوب لتطوير هذا القطاع بالفعل في الدولة؟ أنا هو شقين، الشق الأول أهم شيء إنه نزيد الوعي التأميني. إذا بنطلع في الدول العربية وفي المنطقة كلها نسبة الاختراق لا تتجاوز 2%، في الوقت اللي هي في أسواق تانية توصل 8% وأكثر. فأول شيء بدنا نزيد، يكون علينا واجب إحنا وهيئة التأمين كذلك لزيادة الوعي للتأمين، فبزيد العمل، فبالتالي بكون بصبح أكثر أو خلينا نقول مساهمتنا في الناتج القومي بتصير أكبر. والناحية الثانية نكون حرفيين في موضوع اكتتاب الخطر. إنه نتبع فعلا أفضل الأصول العالمية في اكتتاب الخطر. طيب أستاذ وائل، كل شركة تطمح للنمو، ما هي فرص النمو المتوفرة بالفعل في الدولة؟
مع كل هاي المعطيات السلبية ربما اللي حكينا عنها التي تخص قطاع التأمين؟ والله أفضل من هيك سوق، يعني ما شاء الله النمو أكيد، يعني إحنا السنة سوق واعد أكيد. السنة طلعت المبيعات من 119 مليون 2014 ل 377 مليون، عم نتكلم عن 216% نمو. فإذا في أفضل من هيك سوق واعد للنمو ما بظن. نعم، إذا وائل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، يعطيك ألف عافية وألف سلامة. شكرا، تسلمي. شكرا لك. شكرا.